إذن مشاهدينا إلى فقرة ضيف التحرير التي نخصصها اليوم للحديث عن موضوع وعن تقرير منظمة International Crisis Group حول الوضع في الصحراء وضرورة انخراط القوى الخارجية لإحياء المفاوضات السياسية. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش. أستاذ غالي، مرحبا بك. مرحبا. إذن أستاذ غالي، ما هو ثقل مجموعة التفكير الدولية هاته الغير الحكومية منظمة International Crisis Group، وما هي أهمية التقرير الذي تصدره اليوم؟ هذا التقرير الذي يتضمن توثيقا دقيقا للأحداث التي عرفتها المنطقة أخيرا والأعمال الاستفزازية التي قادتها جبهة البوليزاريو في المنطقة. لا بد من الإشارة أولا إلى قيمة هذه المنظمة الدولية التي تعتبر منظمة دولية غير حكومية تتمتع بالاستقلال التام وليس لها هدف الربح. وهذه المنظمة معروفة بالدراسات والأبحاث التي تقوم بها من أجل المساعدة في إيجاد حلول للنزاعات المسلحة أو النزاعات القاتلة. وكذلك هذه المنظمة تلعب دورا أساسيا فيما يتعلق بالمواكبة وكذلك المرافعة قبل الدول وكذلك قبل المنظمات الدولية الحكومية النافذة. لذلك فهذا التقرير الذي بين أيدينا هو تقرير صادر عن منظمة لها مكانتها على مستوى المشهد الدولي ولها مكانتها بطبيعة الحال في مستوى التأثير على القرار الدولي كما قلت من خلال الأدوار التي تقوم بها من خلال المرافعة والمناصرة لمجموعة من الأحداث. ثم كذلك أن الذي يعطي أهمية لهذه المنظمة الدولية أن أبحاثها ودراستها والتقارير التي تعدها يكون الهدف منها وهو استشراف واستباق الأحداث والتحكم في مختلف المخاطر التي يمكن أن تهدد التوازن والسلم الدولي. لذلك لاحظنا بأن هذه المنظمة من خلال التقرير الذي رفعته والذي يتعلق بتشخيص دقيق لوضعية الصراع الذي عرفته قضية وحدتنا الترابية قضية الصحراء المغربية خاصة بعد اندلاع أزمة القرقرات، فهذا التقرير يوثق لكل كبيرة وصغيرة منذ اندلاع هذه الأزمة حتى بطبيعة الحال الاعتراف الرئاسي الأمريكي بمغربية الصحراء وكذلك مختلف تقارير الأمم المتحدة. ولا شك أنها أكدت على مسألة أساسية وهي سلمية ما قامت به المملكة المغربية في إدارتها وتدبيرها لهذا الصراع، وأكدت على جهود المملكة المغربية فيما يتعلق باستتباب الأمن والسلم الدوليين. ولقد أكدنا وقلنا بأنه من الوظائف الأساسية بالنسبة لهذه المنظمة وهي إدارة وتدبير والمساعدة في إيجاد حلول للصراعات القاتلة في هذا أو الصراعات المسلحة. في هذا السياق أستاذ غالي، ما هو الأثر الذي يحدثه التقرير على المستوى الدولي خاصة بتواصل المنظمة مع شخصيات وازنة كانت لها شهادات في الموضوع؟ كيف تدعم هذه الشهادات الموقف المغربي الرامي إلى استتباب الأمن والسلم في المنطقة مقابل تصريحات تورط جبهة البوليزاريو في تأجيج الأزمة والاستفزاز وانتهاك القانون الدولي في المنطقة عبر استعمال السلاح بل وقطع شريان حيوي في المنطقة العازلة الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة؟ أولا هذا التقرير يعزز مصداقية ما قامت به المملكة المغربية من حيث المنهج وآليات إدارة وتدبير هذا الصراع وكذلك من حيث مختلف الخطوات الموضوعية التي اتخذتها، ويدحض بشكل كبير كل الادعاءات التي كان يقدمها الطرف الآخر سواء جبهة البوليزاريو أو الذي يدعمها
الجزائر، وهذا التقرير أقول بأنه يعزز ويزيد من عزلة جبهة البوليزاريو على اعتبار الافتراءات والادعاءات التي تطرحها وتعتبر بأن المنطقة دخلت مرحلة حرب وتعتبر بأن الوضع غير مستقر. لكن هذا التقرير يؤكد، وكما قلت لأن هذا التقرير وهذه المنظمة تؤسس تقاريرها على دراسات وعلى أبحاث موثوق بها، وهي تعتمد في ذلك على خيرة الخبراء العالميين الميدانيين. أقول بأن تقارير هذه المنظمة ليست تقارير نظرية استنباطية من حيث منهج إعدادها، فهي تقارير ميدانية توثق عن كتب كل صغيرة وكل كبيرة في الميدان. وبالتالي هذه التقارير أكدت بالملموس بأن الوضع مستقر وبأن الوضع تحت السيطرة، وبأن ادعاءات البوليزاريو بأن المنطقة قد دخلت في مرحلة الاستقرار هذا تحاول من خلاله أن تبرر موقفها الذي تعلق بإعلانها عن عدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي كان سنة 1991. أستاذ غالي، التقرير تحدث أيضا إلى الجزائر الدعم الرئيسي والأساسي لجبهة البوليزاريو. إلى أي حد يمكن أن يصل الدعم الجزائري للجبهة الوهمية خلال هذه المرحلة التي تخلت عنها فيها أهم القوى الدولية، مرحلة تتميز بوعي دولي بخطورة جبهة البوليزاريو وخطورة مخططاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مرحلة كشف فيها النقاب أيضا عن انتهاكات السافرة للقوانين الدولية بخرق الالتزام بوقف إطلاق النار، وأيضا بالنظر إلى معطيات تبرز انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان؟ تقرير منظمة انترناسيونال كريسيس جروب فهو يشير إلى أن الجزائر أصبحت معزولة من خلال دعمها المفرط لجبهة البوليزاريو والغير المحسوب، خاصة وأن مختلف دول العالم خاصة الدول التي لها تأثير أنها ساندت الخطوات وساندت الموقف المغربي من خلال كل ما قام به على مستوى إدارة وتدبير أزمة القرقرات، خصوصا وأن المنظمة أشارت كيف لدولة الجزائر أن تساند جبهة قامت بعرقلة حركة تجارية مدنية صرفة، وهذه الحركة التجارية المدنية الصرفة تتعلق بنقل البضائع ونقل حاجيات أساسية إلى دول تحتاج إليها وإلى ساكنة. وبالتالي فالموقف الجزائري لم يكن موقفا عقلانيا ولم يكن موقفا يتماهى ويتماشى مع ما تدافع عنه وتطرحه منظمة الأمم المتحدة من خلال ميثاقها الذي يؤكد على سلمية العلاقات بين الشعوب وعلى ضرورة تغليب منطق العلاقات التعاونية على العلاقات التنازعية، خاصة وأن الجزائر من خلال بيانات الجيش التي بطبيعة الحال كانت إشارة إليها أنها حاولت أن تزعزع الاستقرار من خلال تشجيعها لكل ما قامت به البوليزاريو من أعمال وأفعال تهدد الأمن والسلم الدوليين. طيب، هل تنجح الجزائر اليوم في ضمان وسائل جديدة لتمديد الأزمة في المنطقة كمخرج للبحث عن وسائل بديلة، لطبعا صرف النظر عن الحراك الشعبي في الجزائر وعن مشاكلها الداخلية الكبيرة، في وقت تحدث فيه التقرير وأشار إلى إمكانية إمداد الجزائر لجبهة البوليزاريو بالسلاح في مرحلة مقبلة للتمادي في الاستفزاز؟ أقول بأنه يصعب، إن لم أقول الجزائر قد تعجز عن السير في هذا الاتجاه، وخصوصا وأن التقرير أشار إلى أن الأقاليم الجنوبية أقاليم الصحراء المغربية تعرف ازدهارا ونموا كبيرا، خاصة من خلال مؤشر القنصليات التي الآن تقوم بفتحها مجموعة من الدول، وهذا خير جواب على أن المنطقة تسير في اتجاه الاستقرار وتسير في اتجاه
التنمية والبناء والاستثمار، والمنطقة تسير في اتجاه عهد جديد من التنمية والعلاقات الدولية. لذلك فما تقوم به الجزائر هو ضد التيار، وما تقوم به الجزائر لم يستطع بعد أن يستوعب قيمة هذه التحولات وهذه التطورات، خصوصا وأن مختلف التقارير الدولية تؤكد على مسألة التنمية البشرية والإنسانية. نعم، إذن نشكركم جزيلا على كل هذه المعطيات والتوضيحات. كنتم معنا ضيفا الأستاذ محمد غالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش. شكرا لكم على حضوركم معنا. نشكركم أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة. صباح الأخبار متواصل برفقتكم، ابقوا معنا.